أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تغطية جديدة عبر النيل مباشر، ومعنا اليوم ملف واحد هو إمكان إن إحنا نخلي فاتورة الأعباء على الناس. ما أمكن، ما أمكن مناسبة. مشاهدينا الكرام، خلال افتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، الرئيس السيسي يؤكد سعي الدولة لتخفيف فاتورة الأعباء عن الشعب. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال 7 سنوات الماضية من أجل السيطرة على أسعار اللحوم، منها التوسع في استصلاح الأراضي. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي اليوم مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية. هو كلام ملخصه إيه؟ الأزمة الأوكرانية يمكن بقالها مش مدة كبيرة أوي، لو قلنا حتى بدأت في مع يناير فبراير مارس، يعني 6 شهور. لكن الإجراءات اللي اتعملت هنا، اللي الدولة عملتها خلال ال7 سنين اللي فاتوا، مع النمو السكاني اللي موجود، مع التطور اللي حصل في الأسعار بصفة عامة في العالم كله، هتجدوا إن ما هو الطلب لما نتكلم في 7 8 سنين زاد فيهم 15 مليون، مش كده؟ 15 مليون. فال 15 مليون دول لو احنا معدلات نمو الانتاج الحيواني الوطني، الوطني يعني اللي جوه الدوله، بينمو بنفس هذا المعدل، كنا ممكن نحافظ على الاسعار. لكن في متغيرات اخرى زي موضوع العلف واسعارها. احنا ما بنطلعش انتاجنا للاعلاف من مصر، احنا بنجيب جزء كبير جدا منها من الخارج. وده كلامنا اللي احنا بنقوله مع للدوله ومع نفسنا، ان احنا يبقى لازم اكبر حجم من الاراضي يتم استصلاحه عشان يخلي في سيطره على التكلفه، تكلفه الانتاج. واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه وجه بزياده الانتاجيه في كافه المجالات، لا سيما الثروه الحيوانيه والداجنه، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير. ما اتكلمنا من 3 سنين، مش 3 سنين، في موضوع البتلو، وقلنا لا نزود ونزود ونزود. احنا ما كناش شايفين ان اللي هيحصل ده هيحصل، لكن كنا شايفين ان احنا طالما ان عندنا فرصه ان احنا نزود نمونا في الانتاج، اي انتاج بقى بصراحه، يعني مش هتكلم على دواجن ولا لحوم، اي فرصه ان احنا نزود بيها، سواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي او حتى لصالح ان احنا يبقى في فرصه ان احنا يعني نصدر حاجه، لا باس. بس انا عايز اقول لكم على حاجه، احنا دخلنا المسارات ديت او الصناعات ديت متاخرين شويه. يعني صناعه اللحوم دي صناعه، مش يعني مش 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 تربيه، يعني زي ما الناس متصور ان هو بياكل راس ماشيه وخلاص، لا، دي صناعه يا جماعه، صناعه متكامله جدا جدا، وتكلفه اقامتها وتكلفة تأهيل الناس إنها تشتغل فيها بتاخد وقت. إحنا كنا بنتكلم في كما أكد الرئيس السيسي سعي مصر لأن تكون منتجاتها وفقا لأعلى المعايير العالمية. أدي كنت شفت الحاجة اللي بتتعمل لما أطلقنا 1 مليون راس. عقبال ما وصلنا لإن إحنا نوصل لإن إحنا نفتتح المزارع ديت، خدنا إجراءات كتير. بس الإجراءات الكتير دي الهدف منها إن إحنا بنتكلم في صناعة. يعني ايه في صناعه؟ يعني لو النهارده الدوله المصريه جت عليها وقت، وان شاء الله ده يحصل، وحبت يبقى المنتج بتاعها طبقا لمعايير افضل معايير صناعه اللحوم في العالم، هيبقى متحقق هنا. هو المركز اللي انتم هتشوفوه النهارده بتاع الابحاث وكده، هو الهدف منه ايه؟ المركز ده مصنف رقم 3، مش كده؟ المستوى بتاعه 3. ده من أعلى المستويات اللي موجودة في العالم، بس مش هو أعلى حاجة.
وأكد الرئيس السيسي سعي مصر الدؤوب لتخفيف فاتورة الأعباء عن الشعب المصري، ومن ثم قامت الدولة بتأجيل برنامج زيادة فاتورة الكهرباء للمرة الثالثة رغم ارتفاع تكلفتها على الحكومة. يعني الكهرباء انتوا مش خدتوا قرار بانه تزودوهاش؟ مش كده؟ يعني الدكتور مصطفى كنا بنتكلم في موضوع تسعير الكهرباء وقلنا ايه؟ تبقى دي ثالث مرة، مش كده؟ ثالث مرة نأجل البرنامج لظروف عشان ما يبقاش حمل على الناس. مع الوضع في الاعتبار أنا بتكلم على 17 مليون مشترك، مش كده ولا 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة. أنا مش بقول كده إن الدولة يعني بتمن على شعبها، لكن بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نخلي فاتورة الأعباء على الناس ما أمكن مناسبة. بقول تاني، لما كنا البرنامج بتاع الكهرباء لثالث مرة نأجله، المرة دي نتيجة الظروف اللي موجودة فيها دي، مع الوضع في الاعتبار إن تكلفة إنتاج الطاقة بتاعة الكهرباء زادت نتيجة برضو إيه؟ ما هو النهاردة الغاز اللي كان بيستخدم في الـ في الـ في الإنتاج الكهرباء ثمنه أربع مرات. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تسارع معدلات العمل حتى تتناسب مع النمو السكاني، لافتا إلى أن مصر خلال 50 عاما لم تعمل على زيادة مواردها. شوفوا، في بلدنا توقفت، وأنا بقولش كده يعني قدح في أي حد، والله العظيم والله العظيم توقفت 50 سنة ما تفكرش ولا تكبر، والبلد كبرت قوي، ومصر كبرت قوي كحجم، لكن قدراتها ومواردها ما زادتش زيها. فأنت غصب عنك وغصب عننا مش هينفع معدلات العمل بتاعتنا تبقى متسارعة، لازم تبقى قافزة تجري وتنط تجري. هو كده، لأن طب هنمشي بالراحة؟ مش هينفع، لأن احنا بالفعل متأخرين، بالفعل متأخرين كتير، بالفعل متأخرين كتير. ودعا الرئيس السيسي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية. قصدت بالرمان وبقصد خير وبكل منظمات المجتمع المدني ان احنا مرحبين بكل جهد، ومش مرحبين، احنا محتاجين كل جهد لكل مصري يعني مخلص وشريف من اجل بلده. وبنقول للناس لما اتكلمنا في النقطه دي قلت له انتوا يعني انتوا بتدوا راس ماشيه بتطلع 7 من 10 كيلو، يعني 20 كيلو في الشهر بالظبط يا فندم كده، و7 8 كيلو لبن في اليوم. قلت له لو انت تخلي المزارع ده يطلع 45 كيلو في الشهر في الراس في 6 شهور، يعني حوالي 300 كيلو تقريبا. ال 300 كيلو دول ده ضعف الكميه اللي كان بينتجها قبل كده، يبقى انت غنيته ولا ما غنيتوش؟ غنيته يا فندم حقيقي في اخر السنه، لانه بعد ما كان بيطلع 20 هينتج لما اقدر 150 كيلو ولا 200 كيلو، حاجه غريبه. ممكن يقول لك الناس يا عم انت ايه اللي بتقوله دوت في التلفزيون؟ ممكن الناس تقول كده دلوقتي، انت ايه اللي بتقوله؟ انا بقوله عشان بلدي، بحلم، عايز اغير حياه الناس، واغير حياه الناس بفكره. ايه؟ بفكره. طيب ما هو النهارده بقى معالي وزير الزراعه مع منظمات المجتمع المدني مع حياه كريمه مع ده مستعدين يا دكتور مصطفى نحط رقم ضخم لعمليه الاحلال اللي بتكلم عليها. واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضروره تضافر جهود الدوله والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من اجل الحفاظ على حاله الاستقرار في مصر من اجل حياه نحو 100 مليون مواطن. هنا ما بقاش الموضوع استثمار، هنا الموضوع اللي بتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومع الحكومة مش استثمار، ده بقى يا جماعة محافظة على حالة الاستقرار في البلد. هنا حالة ايه؟ استقرار. طبعا، لان المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟ فانت، وبرضو بقول ده للناس اللي بمعني، اوعوا تكونوا فاكرين انا بقول كده استقرار عشاني،
لا والله انا بحلف بالله، ودي 10 أو 20 مرة اقول والله العظيم لما بتكلم على حالة رضا مجتمعي وحالة استقرار ما بستهدف منها حفظ نظام، حفظ الرئيس يعني. لا والله العظيم، والله العظيم انا ربنا المطلع بقى اذا كنت بتكلم من جوه ولا اي حاجة. لا انا بتكلم على حياة 100 مليون. كما وجه الرئيس السيسي الشكر إلى كل المزارعين الذين قاموا بتوريد محصول القمح حتى الآن. عايز أشكر كل المزارعين اللي وردوا القمح حتى الآن. شكرا. بشكرهم وأرجو إن احنا يعني نحييهم كلنا. الدكتور مصطفى بيقول لي يعني ما تقلقش على القمح في معانا 6 شهور. أنا بشكر كده، لكن بشكر أيضا وبقول لا، لو في فرصة إن مزيد من التوزيع من التسليم للقمح بدل ما يبقوا 6 لغاية دلوقتي 6 يبقوا 9 يبقوا 10. وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام سلام الأخصائي بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. دكتور حسام أهلا بك. اهلا بحضرتك وكل مشاهدينا الكرام. دكتور حسام، يعني كما تابعنا اليوم افتتاح المجمع المتكامل للانتاج الحيواني والالبان في مدينة السادات، وايضا عدد من المشروعات افتتحها السيد الرئيس عبر الفيديو كونفرنس. اهمية هذه المشروعات في تحقيق الاكتفاء او زيادة الاكتفاء الذاتي لمصر من الانتاج، انتاج اللحوم على وجه التحديد. احنا بمنتهى البساطة ممكن نقول ان كل هذه المشروعات بتعمل بشكل مباشر على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لدينا من اللحوم الحمراء، تمام، وتقليل الفجوة. ان احنا يعني لا يخفى عن الجميع ان كان عندنا نسبة اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء قبل عام 2017 لا تتجاوز 40%. وصلنا بفضل من الله وبتوجيهات فخامة الرئيس واطلاق العديد من المشروعات القومية الخاصة بتنمية ثروة حيوانية متمثلة في المشروعات القومية للبتيلو، مشروع قومي لتحسين الوراثة وتأثير السلالات عالية الانتاجية من الألبان واللحوم، لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي زي ما قلنا أن وصلنا لنسبة 60%. المجمع اللي تم افتتاحه النهاردة في على أرض مدينة السادات بمحافظة المنوفية، مجمع ده تم إقامته على مساحة 1000 فدان تحديدا، بيضم حوالي 5000 رأس ماشية حلاب بالإضافة إلى 3000 رأس ماشية تسمين. كمية الإنتاج المنتجة من خلال هذا المجمع بتصل حوالي 150 طن من الألبان السائلة بشكل يومي، بالإضافة إلى 150 طن من اللحوم الحمراء للدورة الواحدة. كل هذه مدخلات أو كل هذه المدخلات من الإنتاج بتساهم في زيادة أو تقليل الفجوة في إنتاجنا وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. المجمع تم عمله وفقا لأحدث المواصفات القياسية العالمية وبأحدث التقنيات، زي ما شفنا في من خلال الافتتاح ان عمليات الحلب بتتم بشكل آلي من خلال محلب آلي بيضم 48 نقطة حلب. بعد عمليات الحلب اللي تمت بيتم تبريد اللبن وخفض درجة حرارته من 37 درجة مئوية إلى 4 درجة مئوية من خلال تنكات التبريد وعمليات التبريد المختلفة، مرورا بعمليات التحليل المختلفة من خلال المعامل الموجودة للتأكد من جودة اللبن وخلوه من أي أمراض. أيضا يوجد داخل المجمع وحدة تقييم بيطري على أعلى مستوى ووحدة تحسين وراثي وتلقيح صناعي من أجل تأصيل السلالات عالية الإنتاجية والنهوض بثروتنا الحيوانية. كل هذه المشروعات بتصب في النهاية زي ما اتكلمنا في مصلحة المواطن وزيادة كمية المنتج وبالتالي تقليل الفجوة الغذائية لدينا. تمام. طيب دكتور حسام، حضرتك قلت ان احنا وصلنا الى اكتفاء ذاتي من اللحوم بنسبة 60% دلوقتي ارتفاعا من 50% في 2017، من 40% في من 2017. تمام. طيب احنا على مدار يعني سنوات، لو رجعنا مثلا اخر 50-60 سنة،
بنجد النسبة دي بتزيد وتقل من الاكتفاء الذاتي من اللحوم، يعني في فترات بنصل إلى 70، في فترات تانية من حق 50، في فترات تانية في الثمانينات أعتقد أو التسعينات وصلنا إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في حاجة و80%. إيه أسباب ارتفاع النسبة في الاكتفاء الذاتي من اللحوم سواء صعودا أو هبوطا وتغير هذه النسبة على فترات مختلفة؟ لو اتكلمنا عن يعني التوجه للمشروع القومي للبترول وما ساهم فيه من زيادة النسبة، ان كان قبل كده كان بيتم الذبح الجائر للماشية التي توجد لدينا على اعمار صغيرة، كان بيتم ذبح البتلو على اعمار صغيرة، كان وزن الحيوان لا يتجاوز 100 كيلو. تحديدا بعد اطلاق المشروع القومي لحي البتلو عمليات الذبح لا تتم الا على حيوان بيتجاوز الوزن 400 كيلو جرام، وبالتالي انا بزود بشكل رأسي في وحدة الإنتاج. بالإضافة إن من العوامل اللي بتأثر في الاكتفاء الذاتي زي ما بنقول كده الزيادة السكانية المفرطة. احنا عندنا نسبة السكان حاليا تختلف عن في أعوام 70 و80، يعني احنا تجاوزنا 100 مليون نسمة، فالزيادة السكانية ومستويات المعيشة أو مستويات الرفاهية ده بيؤدي أيضا لزيادة المستهلك من اللحوم. لو اتكلمنا في نقاط بسيطة على المشروع قام بتلو، المشروع بدأ معانا في عام 2017 بالتخصيص مالي قدره 100 مليون جنيه، ما تم صرفه حتى وقتنا الحالي وصلنا لما يقرب من 7 مليار جنيه تمويلات لمشروعات البتلو، استفاد منها حوالي 41 ألف مستفيد بإجمالي عدد رؤوس تجاوز 460 ألف رأس، وبنسبة استرداد لهذه القروض وصل نسبة 100%. بالتالي ان عمليات التربية من خلال متابعة وزارة الزراعة والإشراف على المشروع وتقديم الدعم الفني واللوجستي وكذلك تقديم الدعم النقدي من خلال مبادرة البنك المركزي 5% فائدة متناقصة لمشروعات ثروة حيوانية، كل ده زود معانا من نسب الاكتفاء الذاتي وتحسين المستويات المعيشية للمواطن وخاصة صغار المربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين. نفهم من كلام حضرتك دكتور حسام ان عامل او نسبة الخسارة والمخاطرة بتقل في تربية الحيوانات لإنتاج اللحوم بخلاف المخاطرة في تربية الدواجن. هي المخاطر بالنسبة لتربية المشي أقل وده معروف بشكل طب كامل. ربما البعض يسأل ليه الغالبية بتتجه إلى اللي هو الانتاج الداجني وايضا زياده الاستثمارات فيها، واحنا عندنا كمان اكتفاء ذاتي بنسبه كبيره فيها رغم ان مخاطرها اعلى بالمقارنه مع الانتاج اللحوم. هو بالنسبه للدواجن يعني الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء ولحوم الدواجن وصلنا لنسبه تجاوزت 98% من اللحوم دواجن، ونسبه اكتفاء ذاتي 100% ويوجد فائض تصديري بالنسبه لبيض المائده. بالنسبة لمشروعات الدواجن ما يتم على أرض الواقع والاستثمارات اللي بتم فيها استثمارات متعددة، لأن مشروعات الدواجن مشروعات كتيرة جدا وفي صناعات كتيرة مرتبطة بصناعات الدواجن، ومع اعتماد المناطق المعزولة احنا وصل عندنا حوالي 37 منطقة معزولة تم اعتمادهم من خلال منظمة الصحة الحيوانية العالمية OIE، تمكننا من العودة للريادة من جديد بعد توقف دام أكثر من 14 عام، وتمكننا من إعادة التصدير لمنتجاتنا الدجانة أو الطيور الحية لبعض الأسواق العربية والأفريقية وبعض الأسواق الأوروبية أيضا. تمام. طيب دكتور حسام، وإحنا بنتكلم عن الإنتاج من اللحوم أو التربية تنمية الثروة الحيوانية لإنتاج اللحوم، إحنا بنعتمد أو في الوقت الحالي الاعتماد في إنتاج اللحوم على الشركات الكبرى وكبار المربين بنسبة قد إيه، وأيضا صغار المربين بنسبة حوالي قد إيه في عملية الإنتاج ككل؟ هو العملية الإنتاجية سواء في الدواجن أو في الماشية صغار المربين بيمثل عندي نسبة من 60 لـ75% من السوق، وبالتالي دعمهم واجب قومي وكلنا بنعمل على دعمهم، وبيتم تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي ليهم، وحتى بيتم عمليات المتابعة على مدار الساعة، يعني احنا بنبدأ كوزارة زراعة متوفر في كل قرية وحدة بيطرية وجمعية زراعية، بيتم المتابعات من أصغر نقطة وصولا إلى وزارة الزراعة كوزارة، بيتم المتابعة بشكل مستمر من أجل النهوض ووقت أي مشكلة قبل ظهورها، مع تقديم كافة
الإرشاد سواء الإرشاد الزراعي أو البيطري وتقديم الدورات التدريبية والندوات الإرشادية بشكل مستمر مع صغار المربين لنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة لديهم. تمام. طب علشان حضرتك قلت حوالي 60% او اكتر يعني بعض الشيء في بالنسبه لصغار المربين، هل ده علشان نحقق يعني الاكتفاء الذاتي او نزيد النسبه من 60% لاكتر كده بشويه؟ يعني في عجز حوالي 40%، ده بيتطلب زياده اسهامات الشركات الكبرى وكبار المربين وايضا هي الجهات الكبرى للمساهمه في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم؟ احنا لو رجعنا لتصريحات فخامة الرئيس في الآونة الأخيرة، أما فخامة الرئيس اتكلم بالنسبة للمربي الصغير، بدل ما يبقى عنده أبقار محلية بتدي معاه إنتاجية من 5 ل 7 كيلو بحد أقصى في اليوم، كانت التوجيهات للتحصيل الوراثي لهذه السلالات بدل ما يبقى إنتاجه من 5 ل 7 كيلو يصل إنتاجه من خلال قطعان الخلطان اللي بتتناسب مع الظروف الموجودة لدى صغار المربيين. الانتاج هيزيد معانا بنسبه يعني معدل الانتاج اليومي من 20 ل 35 كيلو. تمام. فعشان كده احنا بدانا في برامج التحصيل الوراثي المختلفه وتقديم كافه الدعم بالاضافه الى المشروعات القوميه، زي ما قلت لحضرتك ان مشروعات الثروه الحيوانيه تم ادراجها ضمن مبادره البنك المركزي بقروض ذات فائده بسيطه 5%. كل ده بتشجع صغار المربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين على الاشتراك في مشروعات الثروة الحيوانية، وبالتالي زيادة الانتاج لديهم وزيادة العائد وبالتالي زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. هي كلها سلاسل مرتبطة. ده بالنسبة لصغار المربين. مع المزارع النظامية أو المزارع الكبيرة أو المشروعات العملاقة، زي ما شفنا في المجمع اللي تم افتتاحه من قبل فخامة الرئيس النهاردة، أن بيتم تقديم كافة الدعم أو التوجيه بتوفير الأسس والسبل العلمية والطرق الحديثة في عمليات التربية والتتبع. يعني لو شفنا بالنسبة للحيوانات الموجودة، كل حيوان مرقم معروف إنتاجه، معروف من خلال يعني السجلات اللي بيتم تسجيل الحالة الصحية والحالة الرعية والحالة التناسلية للحيوان لاختيار أمهات في الأجيال القادمة ذات إنتاجية أعلى تتناسب مع الشركات الكبيرة وكذلك تتناسب مع صغار المربين. فإحنا دلوقتي بنشتغل على شقين، شق تطويري للمزارع الكبيرة والمزارع النظامية، شق أيضا تطويري خاص بصغار المربين وشباب الخريجين والمرأة المعيلة. نفهم من كلام حضرتك أن يعني السلالات اللي هتكون موجودة أو بيجري تحسينها وتغييرها بالنسبة لصغار المربين هتكون مختلفة بالنسبة لكبار المربين، وإحنا عارفين الاختلاف في ظروف البيئة وأيضا نوعية الطعام أو الغذاء أو الأعلاف اللي بيحصل عليها كل سلالة علشان تجيب المأمول منها من اللحوم والإنتاج. هو الاختلاف بالنسبة للحالة الغذائية ما بيبقاش كتير، الاختلاف بالنسبة للحالة الرعائية وتحمل الدرجات سواء درجات الحرارة أو البرودة أو توفير المسكن الملائم ليها. ففي سلالات اللي هي عالية الإنتاج بتحتاج رعاية أعلى شوية، وبالتالي لو متوفر لدى صغار المربين هذه العوامل من الرعاية فمفيش مشكلة إن يشتغل بشكل مباشر. يعني ده متاح وده متاح وفقا لاحتياجاته، وبيتم شرح كل هذه السبل يعني مسبقا بحيث قبل ما بيدخل في المشروع هو عارف هيشتغل على ايه، ايه السلالة اللي تتناسب مع الجو اللي هو موجود فيه سواء كان في وجه بحري او في وجه قبلي او امكانياته المتاحة. تمام. شكرا لحضرتك دكتور حسام سلام الاخصائي بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف. ايضا مشاهدينا انضم الينا عبر الهاتف الاستاذ حسن هريدي رئيس قسم الاقتصاد ببوابة اخبار اليوم. استاذ حسن اهلا بك. اهلا بحضرتك استاذ بن شهاب وكل التحية لضيفك الكريم والسادة المشاهدين. أستاذ حسن، ونحن يعني بنتكلم عن الإنتاج اللحوم أو الثروة الحيوانية وأيضا إنتاج الألبان في مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتحه النهاردة، حضرتك بتشوف إزاي أهمية هذا المشروع والبناء عليه لتحقيق الأمن الغذائي خصوصا من اللحوم والألبان؟ هذا المشروع العظيم الذي افتتحه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من ضمن المشروعات الهامة والمشروعات القومية التي تنتهجها الدولة المصرية لتأمين احتياجات المواطن
وتلبية أمنه الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي، وأيضا السيطرة على الأسعار وتلبية احتياجات السوق. هذا المشروع الذي يعد من أهم المشروعات في توفير عنصر أساسي في عناصر الغذاء لدى المواطن في كل بلدان العالم وخاصة مصر، حيث أن الدولة المصرية تستورد ما يقدر ب 40% من احتياجاتها من اللحوم من الخارج، وأيضا هناك نسبة كبيرة من مصنعات اللحوم يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة. وهذا يأتي هذا المشروع في الوقت الحاسم والوقت المهم، نظرا لما يشهده العالم حاليا من ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا، أيضا نقص في تلبية هذه المنتجات في المستوى العالم لما نظرا لظروف العالم الذي يمر بها، سواء كانت جائحة كورونا وما فرضته من أثار سلبية على الاقتصاد العالمي، أيضا الحرب الروسية الأوكرانية وما فرضته أيضا من أثار سلبية على الاقتصاد العالمي، أدت إلى نقص من معدلات الإنتاج العالمي في كل عناصر الغذاء. ووفقا للمؤشرات الاقتصادية أن هناك 300 مليون مواطن على مستوى العالم يعانون حد المجاعة، وفقا لما ذكره صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هنا تبرز أهمية هذا المشروع في تلبية احتياجات المواطن المصري، وأيضا ضمن الخطة التي تنتهجها الحكومة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيطرة على الأسعار وتلبية احتياجات المواطن. وهذا المشروع أيضا له أبعاد استراتيجية، الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة، وأيضا تدبير تلك وتوفير تلك النفقات التي كانت تنفق في الاستيراد من الخارج لدعم المشروعات التنمية ودعم مشروعات التنمية في على ربوع الدولة المصرية. أيضا يصب بعنصر أساسي لدى المواطن، وهو النهوض بالفلاح ومستوى الخدمات التي تقدم إلى الفلاح. أيضا هو عنصر آخر هو دعم الإنتاج ودعم منظومة الإنتاج لدى المواطن الفلاح في القرى المصرية. هذا المشروع حقيقة الأمر من المشروعات الهامة والمشروعات التي تعد من ضمن أنجزات التي يسطرها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المشروعات والإنجازات الكبرى. فلو نظرنا هذا المشروع المقام على مساحة 1000 فدان، حقيقة الأمر يلبي كثير من الاحتياجات الدولة المصرية، وأيضا يؤمن عنصر كبير من احتياجاتها سواء من السلع الاستراتيجية والسلع الغذائية، وخاصة كانت صناعة الألبان، صناعة المنتجات اللحوم، أيضا صناعة اللحوم، لأن هذا المشروع هو في حقيقة الأمر مشروع متكامل، ليس تربية الرؤوس الماشية فقط أو تسمين رؤوس الماشية، وإنما هو مشروع لصناعة اللحوم ومنتجات كبير الأعلاف. وضمن هذا المشروع يدخل ضمن استراتيجية الدولة المصرية، وهو النهوض بقطاع الزراعة ككل، سواء كانت الثروة الحيوانية والثروة الساجنة والأسماك. ورأينا منذ يعني العام الماضي والشهور الماضية كيف كانت خطة الدولة في النهوض مزارع الأسماك، مثل مزرعة غليون، والتي أيضا عملت على ضبط الأسعار في السوق المصري. أيضا من ضمن هذا المشروع يدخل في إطاره أو جزء من مكوناته هو تلبية احتياجات الأعلاف أو النهوض بصناعة الأعلاف، خاصة أن صناعة الأعلاف تعد من ضمن العناصر الهامة والعقبة الكبيرة أمام الفلاح المصري في النهوض بالثروة الحيوانية. على ذكر هذه العقبة أو هذه الجزئية المهمة، ألا وهي صناعة الأعلاف ودخول العديد من المدخلات في صناعة الأعلاف، يتم استيراد هذه المدخلات من الخارج بأسعار عالية نتيجة لفرق العملة وهكذا، حضرتك بتشوف إزاي الجهود أو الخطط التي تقوم بها الحكومة ووزارة الزراعة للعمل على زيادة المساحة المستصلحة أو المزروعة من هذه الزراعات كالذرة الصفراء على سبيل المثال؟ بالفعل الدولة المصرية لديها رؤية وخطة استراتيجية لتوفير مستلزمات صناعة الأعلاف، وهذا ما نوه عنه وطرح به فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية والعمل على زيادة الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاجية، سواء كان عن طريق التوسع الرأسي على متمثل في زيادة حجم
انتاج الفدان من الزرع والمزروعات، وايضا التوسع الافقي المتمثل في زياده الرقعه الزراعيه والحفاظ على الرقعه الزراعيه. وراينا ان الدوله المصريه حقيقه الامر لديها كثير من الخطوات والخطط لتلبيه هذه الاحتياجات وتنفيذ هذه الرؤيه او الاستراتيجيه المتكامله بحقيقه الامر، سواء كانت بالحفاظ على الرقعه الزراعيه بالحد من عمليه البناء على الارض الزراعيه والاجراءات التي اتخذتها الدوله المصريه سلسله في يعني وقف عمليه البناء على الارض الزراعيه، ايضا التوسع في استصلاح الاراضي الصحراويه، وابرز ذلك مشروع المليون ونصف مليون فدان، وهو ضمن المشروعات القوميه الذي اطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لزياده الرقعه الزراعيه. ايضا تاكيد مشروع اخر وهو الدلتا الجديده، والذي يهدف الى زراعه اكثر من 600 الف فدان اخرى، وربما هذا الرقم يزيد يعني بكثير خلال الفتره المقبله. ايضا هذا المشروع والمتمثل في العمليه زراعه تاكيد فخامه الرئيس النهارده ضروره التوسع، مما يؤكد ان هناك توجه لدى الدوله المصريه بزياده الرقعه الزراعيه بخلاف تلك المشروعين اللذين ذكرناهما سابقا. وهذا يؤكد على حسن استغلال موارد الدوله وزياده الرقعه الدوله المصريه. حقيقه الامر اشير ان 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 هذه المجهودات التي بذلتها الدوله المصريه عملت على توفير كثير من السلع الاستراتيجيه ومتمثله في القمح. راينا زياده انتاجيه مصر من الاقماح بما يكفي او يلبي حوالي 6 شهور من احتياجات الدوله المصريه المقبله. وهذه الخطوات سواء كانت متمثله في زياده الانتاجيه من كافة المزروعات، لأن أمنت الدولة المصرية في ظل الأزمة التي يشهدها العالم من نقص شديد في العشرية الغذاء وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن روسيا وأوكرانيا يمدان العالم بحوالي 30% من الحبوب والمنتجات الغذائية. لولا الجهود المصرية التي بذلتها فعلا الحكومة خلال السنوات الماضية كانت الأزمة سوف تتفاقم بشكل كبير، ونشهد نقص كبير جدا في العناصر الغذائيه والمنتجات الغذائيه سواء كانت الحبوب والخضر والفاكهه. ولكن الحقيقه تشير ان الدوله المصريه استطاعت زياده صادراتها من الخضروات والفاكهه، وهذا يؤشر ان هذه المشروعات التي تبنتها الدوله بدات تؤتي ثمارها وتلبي احتياجات المواطن. ايضا راينا ان وصول نسبه حوالي 90% من حد الاكتفاء، او نسبه حوالي تقترب من 100% من الاكتفاء الذاتي من منتج السكر او من انتاج الدوله المصريه لتلبيه احتياجاتها من السكر. ايضا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الارز، وذلك من خلال التوسع في يعني عمليه النهوض بالانتاجيه للفدان من الارز ووقف صادراته للخارج. هذه وايضا التوسع في صناعه المكرونه وما تلبيهم، وهي عنصر اساسي من عناصر المائده المصريه. وراينا المشروع الذي اطلقه ايضا فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الشهور الماضيه، وهو المشروع الضخم لانتاج المكرونه وصناعه المكرونه، وهذا يدخل في منظومه تلبيه أو توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، لأن هي المنظومة متكاملة في حقيقة الأمر. وما يبذله من تبذله الدولة والحكومة من جهود يعني أصبح محط إعجاب العالم كله ومحط إشادة من كل المؤسسات العالمية، سواء كانت أبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأيضا مؤسسات التمويل ومؤسسات التصنيف الائتماني التي أشادت بموقف الاهتمام للدولة المصرية. وفي ظل ما يعانيه العالم من أزمات متتابعة، هذه الجهود لولا هذه الجهود كان الوضع سوف يتفاقم بشكل كبير جدا، ويشعر المواطن بعجز شديد ونقص شديد في تلك المنتجات. ولكن يعني حب الله مصر بقيادة حكيمة ورشيدة ولديها رؤية استراتيجية استطاعت وضع الخطط واتخاذ خطوات استباقية
هذه الخطوات حدت من تأثيرات تلك الأزمات العالمية على المواطن المصري بشكل مباشر. ما نشهده لا يقارن بما يشهده العالم في الخارج. هناك اقتضاءات كبرى زي اقتضاء ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد من الدول ربما الوقت لا يسعفنا أصبحت كأن في الصحة وقت ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع العجز في المواد الغذائية والمنتجات لديها. أيضا هناك عجز في عملية تمويل المشروعات التنموية، وهذه هي خطوات أيضا اتخذتها الدولة المصرية حقيقة الأمر محط أنظار العالم. تمام، وصلت. نعم وصلت الفكرة. شكرا لك أستاذ حسن هريدي رئيس قسم الاقتصاد ببوابة أخبار اليوم، كنت معنا عبر الهاتف. وخلال افتتاح الرئيس السيسي للمجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن مصر شهدت خلال الثماني سنوات الماضية نهضة غير مسبوقة في القطاع الزراعي من كافة جوانبه من أجل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، مؤكدا أن الثروة الحيوانية هي بوابة الأمن الغذائي. يلعب قطاع الثروة الحيوانية دورا مهم وسريع النمو في الاقتصاد الزراعي العالمي، حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40% من إجمالي الناتج الزراعي في أي دولة. لذلك نستأذن سيادتكم فأن يكون عرضنا اليوم بمناسبة تشريف سيادتكم لافتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات تحت عنوان الثروة الحيوانية بوابة الأمن الغذائي. تتمثل أهمية الثروة الحيوانية في توفير فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة مع تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان، أيضا تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مع زيادة قدرات الأسر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة والشباب في الريف. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه التغطية عبر النيل مباشر. إلى اللقاء.